بدي افهم مايانك ليش حكى معي هيك، وكان ضروري يعني يتمسخر على وزني هيك قدام الكل؟ كيف الواحد بيسمن بس بيوم واحد؟ إشكي إذا كان بدك أنا جاهزة إني ساعدك. أنا آسفة بس سمعت شو حكيت سونو لكارتك عن وزنك الزايد. خدي البسي مشد هيك، أي ساري بتختاري رح يزبط عليكي. كنت أعمل هيك لما كنت ناصحة مثلك كمان. كيف بتحكوا هيك عن وزن البنت بهالسهولة؟ أنا بشوف إنه وزني مثالي كثير، وحتى وين ما بروح أنا بقدر أركض بكل رشاقة وما بحس بالتعب أبدا. أنا آسفة ما قصد إني أجرحك، بس عادي لما يكون في مشكلة بالمقاس كلنا منلبس مشد، علماً إنه الملكات من قبل كانوا يتغاووا فيه دائماً. هالشي رح يميزك. ما رح نلحق نعمل شي أبداً، بترجاكي فكري بشي وعملي، عملي شي. ما رح أرضى إني زعل خالتي سونا. رح ألبس المشد بس رح حاكي مايانك عن الكلام اللي قال لي إياه. يلا نبلش الاحتفال مدام. من نادي لإيشكي؟ خليتوا رقصتي بالأول عن قصد، ما هيك بعرف؟ أصلاً ما لحقت أتدرب عليها. عمتي أنا متأكد وقت اللي بيجي دورك رح تبهرينا برقصك. أنت الوحيد اللي مكتشف مواهبي. لأني شفت بروفاتك قبل. براهنكن على أنه اليوم إيشكي هي اللي رح تفوز، أنا متأكد من هالشي. والباقيين كمان بيعرفوا يرقصوا. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.